أوقاتكم. مر علي منشور أحد المناشير أنه الله يعطيكم الصحة والعافية، والمنشور دي وحدة عراقية تشوفون هالأيام دي يسوون أشياء يحفظوها بمادة بلاستيكية. اللي استوقفني أنه هي جايبة من التراب مال قبر أمها وانطت هي هاي الأخت اللي تسوي تحفظ أشياء الأموات بالبلاستيك، سوتها قلادة وسوار وميدالية. زين، من التقاليد والمعترف بها أنه تراب القبر أو تراب المقبرة ما يجي للبيت. ليش ما يجي للبيت؟ لأنه يولد الحزن. هو كل اسمه واحد من يقول الواحد الله يعطيكم الصبر والسلوان. احنا بالكردي نقول لا وراور تشاود بردي لا دل ديش بي، يعني اللي اخذه من قدام عيونكم ياخذه من قلوبكم. تراب المقبرة غلط يدخل للبيوت. ليش القديمين كانوا اول ما يجون يذبون عباتهم برا ما يدخلوها داخل البيت، واول ما يجون ينزعون ملابسهم ويسبحون ويخسلوها للملابس، تراب القبر ما يصير. ثانيا انتوا شفتوا خلي نقول برا يحرقون الاموات وياخذون الرماد ويسووا قلايد ومحابس. مو احنا الله نعطينا نعمة الدفن ده ندفن؟ شعلينا باللي يقعد يسوي هيك اشياء غلط. تراب القبر او المقبرة غلط تدخل للبيوت، ما يصلح، يولد حزن، يولد هم. هذه غلط زهرة زنقنة.